التصويت كان وراءه خبر طرد عائلة مسلمة عربية الأصل من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية. الخبر لا يزال يثير نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي رغم تبرير الشركة. القصة بدأت بنشر السيدة إيمان شبلي مقطع فيديو على فيسبوك يوثق طلب المضيفة لها ولزوجها وأطفالهما بمغادرة الطائرة قبل إقلاعها، معتبرة ما حدث عار على الشركة، فيما أفادت شركة يونايتد إيرلاينز بأن سبب الحادثة هو عدم توفر شروط السلامة المطلوبة في مقاعد الأطفال. وأوضحت الخطوط أنها حجزت للعائلة بالرحلة اللاحقة واعتذرت لها. نتابع جزء من الفيديو. Is it a discriminatory decision or is it because what is the reason? It is a safety of flight issue. ونأخذ بعض ردود الفعل ونبدأ مع هذه التغريدة التي عبر صاحبها عن عدم استغرابه من طرد العائلة المسلمة ما دام أن المسلم بحسب رأيه مستضعف وعقيدته أصبحت شبهة. ننتقل إلى تغريدة أخرى، هذه التغريدة من ياسر واللي عرض فيها جزء من المقطع وقال هذه هي الديمقراطية المشوهة. ننتقل إلى تغريدة أخرى، ما هذا العبث، ماجد غرد بأن المفروض أن العائلة يرفعوا قضية ضد شركة الطيران، ولكنه عاد ليقول بأن تصرفات بعض العرب أو المسلمين جعلتهم إرهابيين أمام العالم. إلى تغريدة أخرى، هذه المرة من الجوهرة اللي قالت، عبرت عن رأي مثير للجدل، قالت فيه أنا ما ألوم أمريكا لأنه هي شخصيا أصبحت تخاف من المسلمين وهي مسلمة. على العموم نختم مع هذه التغريدة من محمد اللي قال فيها إنه العنصرية موجودة في كل مكان، ولكن ليس من المنطقي محاربة العنصرية بالعنصرية، الأفضل إنه نفهم العنصري من نحن.